الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. مصر تجدد رفضها أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وتتهم سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن عدم الوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة. بايدن يقر بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل صفقة تبادل المحتجزين، ويؤكد أنه بصدد تقديم مقترح نهائي للاتفاق. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والكهرباء والقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد. كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في إطار الدستور والقانون، حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاكا، والذي ينعقد بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات. من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي وعددا من الجلسات رفيعة المستوى، حيث سيلقي مدبولي كلمة مهمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء. على هامش المنتدى سيعقد رئيس الوزراء مجموعة مهمة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين والأفارقة، هذا فضلا عن عدد من المقابلات مع مسؤولي أبرز الشركات الصينية، ومن بينها شركات صينية بارزة عاملة في السوق المصرية. من المخطط أن يشهد رئيس الوزراء على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا فضلا عن عدد من الاتفاقات المهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى كافة المقترحات والرؤى، سواء المقدمة من النواب أو الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع. كما ناقشت جميع المقترحات للوصول إلى صياغات محكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات. كما استنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون، مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل
للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين. هذا ووافقت اللجنة على 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين. يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لرجال القوات المسلحة. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لرجال القوات المسلحة. بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التي تنفذ بشكل يومي وتسهم في الحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للطلبة. أعقبها تفقد عدد من ميادين التدريب المطورة ومختلف الأنشطة التدريبية الخاصة بالتأهيل البدني للطلبة، والتي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد وشاركهم تناول وجبة الإفطار، حيث أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية التي تهدف لإعداد وتأهيل فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات العسكرية. كما ناقش عددا من الدارسين في الموضوعات التي أتموا دراستها. كما استمع الفريق أحمد خليفة إلى عرض تقديمي من اللواء وليد حامد الحمائي مدير معهد ضباط الصف المعلمين، تناول أساليب العمل وأوجه التطوير والتحديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد من خلال الأسس العلمية المدروسة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للطلبة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد التدريب العملي بأرض الطابور والحالة الإدارية لمناطق الإيواء والمستشفى، والتي تساهم في إعداد ضابط صف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، وطالبهم بالاطلاع لإعداد جيل جديد من ضباط الصف يتحلى بالعلم والمعرفة، معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بإعداد وتأهيل طلبة المعهد، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. حضر اللقاء والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولية للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى، وتستمر فعاليات المعرض على مدار 3 أيام بمطار العالمين الدولي في مدينة العالمين الجديدة بمشاركة 100 دولة و300 شركة. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة: مدنية، عسكرية، موجهة، بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي. أشاد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وفي مقدمتها الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال لقائه مع المفوض البريطاني للتجارة مع إفريقيا جون هامفري، استعرض عبد العاطي الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير الحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات الوطنية. ثمن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الدور المحوري والوطني الذي يطلع به الإعلام المصري في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر. وخلال لقائه رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر، استعرض وزير الخارجية أهم أولويات السياسة الخارجية في الوقت الحالي وتقييم مصر للتحديات والأزمات في محيطها الإقليمي وعلاقتها مع الشركاء الدوليين والجهود التي تبذلها مصر لحلحلة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. شدد مصدر رفيع المستوى على أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة بشكل قاطع. وأضاف المصدر أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على مستويات كافة، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول لاتفاق هدنة، وأنها تسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. أكد بايدن أن التوصل لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة أصبح قريبا للغاية، مبديا اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق. هذا والتقى بايدن وهاريس مع فريق التفاوض الأمريكي لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين. اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس حكومة الاحتلال بافتعال عقبات أمام اتفاق الهدنة بهدف إطالة حرب الإبادة والتهجير. وأوضحت الخارجية أن عجز المجتمع الدولي عن فرض وقف فوري لإطلاق النار يمنح نتنياهو فرصة لتمديد الحرب واستمرار حكمه، مشيرة إلى أن نتنياهو يواصل خلق وقائع جديدة في قطاع غزة بتعزيز السيطرة على القطاع بذرائع واهية، بينما يعطل مفاوضات الهدنة ويشعل الصراع في المنطقة محاولا توسيع دوائر العنف إلى الضفة الغربية.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مكثف وعشوائي، وفجرت مداخل منازل في المخيم متسببة في تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء. وتواصل قوات الاحتلال إخلاء العائلات من منازلهم بطريقة قصرية، كما احتجزت الأهالي وحققت معهم ميدانيا في ساحة المخيم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم من الجهة الغربية وفرضت حصارا مشددا على مستشفيين بالمدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال جابت شوارع المدينة وأحيائها، بينما اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام. وأشارت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال قامت بعملية تجريف في محيط دوار العليمي الذي تعرض للتدمير نتيجة الاقتحامات السابقة، مما أعاق حركة مرور المركبات والمواطنين في المنطقة. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس، كما دهمت محلات تجارية ومركزا طبيا. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم 32 بعد 300 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنت غارة على مخيم النصيرات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم. تواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40,786 فلسطينيا وإصابة 94,224 آخرين في حصيلة غير نهائية. وتواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الصحة الفلسطينية لليوم الثاني تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية الانتهاء من تطعيم 72,611 طفلا في اليوم الأول، مؤكدة أن ما لا يقل عن 90% من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما 4 أسابيع. وسط مباني مدمرة وخيام ممزقة، تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الصحة الفلسطينية تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة بعد أن وافقت إسرائيل وحركة حماس على فترات توقف قصيرة للقتال في الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا للسماح بتنفيذ الحملة. بدأت الحملة في مناطق بوسط قطاع غزة وستنتقل إلى أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتوقف القتال ل8 ساعات على الأقل على مدى 3 أيام متتالية. سمعت إنه في حالات كتير منتشرة لشر الأطفال، فسمعت إنه برضو جابوا تطعيم لشر الأطفال، وأنا والله خايفة على أولادي عشان ما يصيرش إشي يعني معاهم، فأنا راح أروح أطعمهم إن شاء الله. وتتوقع منظمة الصحة أن تكون هناك حاجة إلى تمديد فترات توقف القتال ليوم رابع، وأن تستغرق الجولة الأولى من حملة التطعيم ما يقل قليلا عن 2 أسبوع. طبعا أهم تطعيم في الوضع اللي احنا بنعيش فيه، وضع المأساة والأمراض المنتشرة بين الأطفال، طبعاً كتير له أهمية قوية كتير، طبعاً بحافظ على أطفالنا وإن شاء الله الأيام هذه في الحرب تكون سلام يعم على الجميع إن شاء الله. ويقول مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 90% من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما 4 أسابيع حتى تنجح الحملة، لكنها تواجه تحديات مهولة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى حد كبير. وأعلنت الأمم المتحدة عن حملة التطعيم بعد أن سجلت الشهر الماضي أول حالة شلل الأطفال منذ ربع قرن في قطاع غزة، وقد أصيب بها طفل يبلغ 10 أشهر في وسط قطاع غزة. وقالت عائلته التي اضطرت للنزوح مرارا بسبب الحرب إنهم لن يتمكنوا من تطعيمه مثل حال العديد من الأطفال في القطاع.
قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة تفقدية إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش ومستشفى العريش العام ومعمل رفح البري ونقطة الخدمات الإنسانية. من جانبه ثمن رئيس لجنة الإشراف على برنامج الطوارئ بالمنظمة وليد عمار ثمن الدور الذي تقوم به مصر في تذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجودنا هنا هو لتقييم الوضع وتقييم أداء مختلف الجهات المعنية بالموضوع ورفع تقرير إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية وإلى الهيئة العامة لمنظمة الصحة العالمية للوقوف عند المصاعب التي تواجه جميع الفرقاء في تأدية هذه المهمة. وطبعا هذه المهمة تقوم بها بشكل رئيسي منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة، حكومة مصر والصليب الأحمر المصري. WHO and the United Nations, we are very concerned that polio has returned to Gaza. منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة تقوم بالتعامل مع وباء شلل الأطفال بعد القضاء عليه منذ 25 سنة بسبب ظروف العدوان الإسرائيلي على غزة. وسيتم التطعيم على 3 مراحل في وسط غزة ثم الجنوب والشمال، وقد تم تطعيم 87,000 حالة في أول يوم ومستهدف 640,000 حالة تطعيم. نشرة التاسعة مستمرة مع حضراتكم ونتابع فيها. قوات الحوثي تستهدف سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن وسط تواصل اشتعال النيران في ناقلة نفط بالبحر الأحمر. قتل شخصان في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان. كذلك أغار الاحتلال الإسرائيلي على يارون وطير حرفة وبلدة مارون الراس وبلدة حنين في قداء بنت جبيل. بدوره استهدف حزب الله مبنى يستخدمه الاحتلال في مستوطنة أفيفم، كما استهدف مبنى يستخدمه الاحتلال أيضا في مستوطنة المنارة، فيما استهدف أيضا انتشارا لجنود الاحتلال في مرتفع عداثر بقضاء في المدفعية. قالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أسبيدس إن عدة حرائق لا تزال مشتعلة على متن ناقلة النفط سونيوم بعد تعرضها لهجوم من جانب قوات الحوثي، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي في الأثناء. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بمقذوفين قبالة سواحل اليمن، وذلك على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الصليف الواقع في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة قوات الحوثي. أشارت الهيئة إلى أنه تمت السيطرة على الأضرار، لافتة إلى عدم وقوع أي إصابات على متن السفينة. أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل زيادة ملحوظة في الإصابات بمرض الكوليرا بلغت 2583 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالمرض إلى 98. وقالت غرفة طوارئ الخريف التابعة للصحة السودانية إنه تم تسجيل 234 إصابة جديدة في ولايتي القدارف وكسلا، ما ساهم في ارتفاع العدد الإجمالي للحالات وأثار القلق بشأن الوضع الصحي في البلاد. أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين 2 آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم. رفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية أعلى هيئة قضائية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معلنة أن الحملة الانتخابية للمرشحين ستنطلق في 14 من شهر سبتمبر الجاري. و
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل بعثة من الجامعة للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في 10 من شهر سبتمبر الجاري. وذكرت الأمانة العامة للجامعة أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات، وستصدر بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها حول عملية المراقبة. قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الصيني شي جين بانغ رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة للتعاون في العصر الجديد. خلال اللقاء قال شي جين بانغ لرامافوزا إن الصين ستعزز التعاون المربح للجانبين في الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي والطاقة الجديدة ومجالات أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاستفزاز الأوكراني في منطقة كورسك فشل في وقف تقدم الجيش الروسي في منطقة دونياتسك الأوكرانية. وأضاف بوتين خلال زيارة لجمهورية توفا الروسية أن القوات الروسية تستعيد أراض في منطقة كورسك بمساحة كيلومترات مربعة، فضلا عن أنها تتصدى للقوات الأوكرانية التي توغلت هناك. Детей у этих ребят восстановилось. Уверен, так и будет. Здесь не может быть никаких сомнений. Что такое преподавать, воспитывать? Это значит посвящение. قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت العاصمة كييف بالصواريخ، فيما تسبب الحطام المتساقط في إصابة شخصين على الأقل واندلاع حرائق وإلحاق أضرارا بالمنازل والبنية التحتية. ذكرت الإدارة العسكرية للمدينة أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أكثر من 10 صواريخ كروز ونحو 10 صواريخ باليستية. يأتي الهجوم بعد أسبوع من إطلاق موسكو أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة منشآت للطاقة في أنحاء البلاد، فيما وصفته كييف بأنه أكبر هجوم في الحرب. استقبل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو نظيره الأوكراني في باريس. تناول اللقاء تقديم حزم مساعدات عسكرية جديدة تشمل مدافع وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ طويلة المدى. كانت كييف وباريس قد وقعتا على وثائق تسمح للمدربين العسكريين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا. قام رئيس وزراء هولندا ديك تشوف بتفقد مناطق بجبهة القتال برفقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي. قال تشوف إن خطة السماح لطياري F-16 المتقاعدين من دول أخرى بالانضمام إلى القتال في أوكرانيا تعد فكرة جيدة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تسريع تسليم تلك الطائرات لكييف. ما زلنا مستمرين في تدريب الطيارين، وما زلنا في منتصف عملية تسليم طائرات F-16 إلى أوكرانيا، لذلك نحاول تسريعها في كل مرة، وينطبق الشيء نفسه على أنظمة باتريوت. فكرة الاستعانة بطياري F-16 المتقاعدين من دول أخرى بالانضمام إلى القتال في أوكرانيا فكرة جيدة ومثيرة للاهتمام، لأنه عندها فقط يمكنك تسريع عملية نشر طائرات F-16، لكن علينا أن ننظر في مثل هذه الأمور مع جميع الدول المشاركة في تحالف F-16. أكدت مصادر ووسائل إعلام أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيلتقي اليوم سياسيين بارزين مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل. وقال مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس استقبل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، كما سيستقبل الرئيسين السابقين الاشتراكي فرانسوا أولاند واليمني نيكولا ساركوزي. بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية، مع استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون عددا من الشخصيات السياسية المرشحة لهذا المنصب. مصدر مقرب من ماكرون قال إن الرئيسين السابقين الاشتراكي فرانسوا أولاند واليميني نيكولا ساركوزي بالإضافة إلى برنار كازانوف العضو السابق في الحزب الاشتراكي والسياسي المخضرم من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة
رئاسة الوزراء. سياسيون ومراقبون أشاروا بشكل متزايد إلى كازانوف باعتباره أحد المرشحين الأكثر ترجيحاً لقيادة الحكومة الجديدة، إذ يحظى باحترام أحزاب اليمين على الرغم من أنه قريب أيضاً من اليسار. هذه المداولات المتسارعة تهدف لتحديد اسم لمنصب رئيس وزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية العامة، حيث أفرزت الانتخابات الأخيرة واقعاً سياسياً معقداً في فرنسا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان. في هذا الإطار استبعد ماكرون تعيين لوسي كاستي التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، وهي التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة. وجاءت دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو الماضي بنتائج عكسية، إذ خسر ائتلافه الوسطي عشرات المقاعد ولم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة. وسيكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان معلق، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز. كذلك بات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة عام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر على أبعد تقدير. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نتائج قياسية في اقتراعين أجري أمس في إقليمي تورينغن وساكسونيا شرقي البلاد. وإضافة لحزب البديل، صوت الناخبون لصالح حزب SW الجديد الذي يعارض الهجرة ويطالب بوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. ويبرز اليمين المتطرف بوصفه لاعبا رئيسيا في ألمانيا بعد هذه النتائج القياسية، ما زاد من أضعاف ائتلاف يسار الوسط بزعامة مستشار البلاف أولاف شولتز وحزبه الاشتراكي الديمقراطي قبل عام من الانتخابات البرلمانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تقوم حاليا ببحث ودراسة مضادات للفيروسات ولقاحات لمرض جدري القردة. وخلال مؤتمر صحفي للمنظمة حول جدري القردة وآخر تطورات الفيروس ومدى انتشاره حول العالم، أوضحت المسؤولة التقنية بالمنظمة شادا محمد أن علاج جدري القردة هو علاج داعم، حيث لا يوجد علاج شافي معروف للمرض حتى الآن. And 31 deaths from the eastern provinces of North. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أنه تم تقديم 50,920,840 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ إطلاقها نهاية شهر يوليو الماضي في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضحت وزارة الصحة أن الحملة قدمت أمس 1,646,493 خدمة، من بينها قرابة 621,000 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، وأكثر من 420,000 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، هذا فضلا عن أكثر من 104,000 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة. أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة للشعبة العلمية رياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية رياضيات، ومادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. التقى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بنظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي بفرنسا 2024. خلال اللقاء استعرض وزير التربية والتعليم جهود الدولة في تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تهدف إلى تحسين التجارب التعليمية للطلاب بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد بالتعاون مع عدد من الشركاء، من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.
كما التقى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية اليونسكو، ذلك على هامش أعمال مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 المنعقد بفرنسا، حيث استعرض الوزير ما تم إنجازه في محور تعليم الكبار ومحو الأمنية أو محو الأمية من خلال الاستراتيجية القومية لمحو الأمية في مصر ومركز سرس الليان الإقليمي لتعليم الكبار التابع لليونسكو، فضلا عن مستجدات التحول الرقمي في تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر. عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسؤول هيئة قناة السويس اجتماعات تنسيقية مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا لدراسة مقترحات التعاون مع هيئة قناة السويس، حيث تم مناقشة دراسة تفصيلية حول طلب التعاون مع الحكومة اليابانية لتوفير قاطرة دعم إنقاذ لصالح هيئة قناة السويس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة. تأتي أهمية هذا المشروع في الإسهام لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، ما يسهم في التشغيل المستدام والمستقر لقناة السويس. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وذلك لضمان توفير الاحتياجات المائية في عدد من المواقع بشبكة الترع على مستوى الجمهورية والتي كانت تعد من مناطق الأزمات سابقا. كما أعلن وزير الري تعامل الوزارة بنجاح مع النقاط الساخنة التي كانت تواجه أزمات في توزيع المياه. أكد وزير الزراعة علاء فاروق أهمية التعاون والتنسيق العربي المشترك خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة. أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن الدولة تولي اهتماما بالغا بدور الثقافة في تمكين الشباب وتدعمهم من خلال العديد من البرامج الهادفة لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز دور الشباب في المجتمع. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى بالنسخة الثانية من ملتقى شباب المعرفة، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ثمن الوزير جهود الدولة لإطلاق مبادرات تهدف إلى الارتقاء بثقافة الشباب وتقليص الفجوة الثقافية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. افتتح وزير السياحة والآثار الشريف فتحي المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته 44. خلال الافتتاح حرص وزير السياحة والآثار على لقاء العارضين والاستماع إلى شرح مفصل عما يقدمونه من أجهزة ومستلزمات للمنشآت الفندقية والسياحية، كما استمع لمقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر. يعد المعرض واحدا من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مستلزمات وتجهيزات قطاعات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة. قام محافظ القاهرة إبراهيم صابر بجولة تفقدية لأعمال تطوير الجارية بشارع أحمد زكي، وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير بالشارع الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين تشمل رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدرات ومستوى التشجير. عقد مجلس السكان الدولي مؤتمرا في القاهرة بعنوان نحو بيئة عمل صديقة للمرأة داخل المنشآت الصناعية بمصر، وذلك لحشد الدعم وتوحيد الجهود والإمكانات من أجل تلبية احتياجات عاملات المصانع من خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الطفل. حضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية والهيئات الدولية والقطاع الخاص وخبراء في الصحة الإنجابية. الحقيقة المؤتمر بيقدم نموذج محترم جدا لكيفية توفير بيئة مناسبة في مكان العمل للسيدة
علشان نقدر نديها كل المعلومات وكل المشورة اللي هي مطلوبة في الصحة الإنجابية، وفي نفس الوقت نساعدها إنها تاخد الوسيلة المناسبة ليها في الوقت المناسب اللي هي عايزة تعمله، وبالتالي نقدر نقضي على الحاجات الغير ملباة اللي هي من أهم المشاكل اللي بتعيق تنفيذ هدف مصر. أهم حاجة إن إحنا متجمعين النهاردة علشان نتبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة. إحنا عرضنا تجربتنا، إحنا مجلس السكان الدولي عرضنا تجربتنا اللي عملناها بتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة صناعة الملابس علشان تلبية احتياجات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لعمال المصانع. التجربة دي كانت ناجحة جدا، وكان الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة في المصانع منقطع النظير. عندنا في غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات إن إحنا لقينا هذا المشروع مع مجلس السكان الدولي وبالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، ده إدانا دافع ضخم جدا جدا ان احنا نتعاون معاهم. والحقيقه خدنا في بدايه المشروع مجهود كبير ان احنا نقنع اصحاب الشركات ان الكلام ده ممكن يكون ليه عائد طيب على الشركه بشكل عام. والان مع اخبار المال والاعمال. اخبار المال والاعمال لنشرة التاسعة مع مصطفى ميزار، اليك مصطفى. شكرا أدا ابراهيم، شكرا ميرنا ايهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في جنوب أفريقيا. في كلمتها أشارت المشاط إلى أهمية النموذج التنموي الذي نفذته مصر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المطبقة لدى الدول أعضاء البنك. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن السياسات المالية تعمل على تشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. خلال لقاء مع سفير الأمريكية بالقاهرة، لفت وزير المالية إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرا شاملا سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة القادمة. دعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الهامة في مصر والتي تحظى بحزم من الحوافز الاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة في حكومة الهند وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر. بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني مع رؤساء جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة المشكلات بالمدن سواء في المشروعات الخدمية أو المناطق الصناعية القائمة. أكد الشربيني أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة والتواصل الفعال معهم وإشراكهم في حل المشكلات وتعظيم وتنويع واستدامة مواردها المالية من أجل المشاركة في ضمان استدامة واستمرارية التنمية المستدامة. طلبت تركيا رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس والتي تضم الدول الناشئة الكبرى. أوضحت مصادر تركية أن النظر في توسيع المجموعة قد يخضع للمناقشة خلال قمة مرتقبة في قازان في روسيا خلال أكتوبر القادم. من بين الدول الأخرى التي تتطلع إلى الانضمام للمجموعة ماليزيا وتايلاند وأذربيجان.
أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية أنها قد تغلق عددا من مصانعها في ألمانيا، فيما تواجه مجموعة صناعة السيارات صعوبة كبيرة في إدارة التكاليف المتزايدة. قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن في مذكرة داخلية طلعت عليه وكالة فرانس بريس أنه في الوضع الراهن لم يعد ممكنا استبعاد إغلاق مواقع إنتاج ومكونات السيارات. انتهت أولى محطتنا مشاهدين الكرام أخبار المال، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ميرنا وأدا. شكرا لك مصطفى. تعد جزيرة الموز بالأقصر مملكة من الصفاء والهدوء والخضرة وسحر امتزاج النيل مع الأشجار مع الطبيعة الخلابة. وأصبحت جزيرة الموز مقصدا سياحيا بعد المواقع الأثرية، حيث تحتوي على أشجار الموز الكثيفة على مساحة كبيرة من الأرض تطل على نهر النيل في منظر طبيعي بديع. جزيرة الموز بالأقصر مملكة من الصفاء والهدوء والخضرة وسحر امتزاج النيل بالأشجار مع الطبيعة الخلابة. هي قبلة للسائحين صنعتها الطبيعة وأصبحت مقصدا سياحيا بعد المواقع الأثرية، حيث تحتوي على أشجار الموز الكثيفة على مساحة كبيرة من الأرض تطل على نهر النيل في منظر طبيعي بديع. تحتوي هذه الجزيرة الرائعة على زراعات الموز، ويقدم الموز إلى السائحين مجانا بمجرد وصولهم. وهناك أيضا معالم ريفية قديمة مثل الساقية القديمة التراثية وأبراج الحمام الكثيرة. الجزيرة طبعا واحدة من أهم المحميات الطبيعية الجميلة، والجزيرة طبعا في وسط النيل، فيعتبر طابع جميل بالنسبة للوكسور. أنا بالنسبة لي بسميها يعتبر معلم من معالم لوكسور الحديثة، زيها زي البالون، زي الحنطور، زي الحاجات المشهورة عندنا في لوكسور. طبعا الزبون بيكون طبعا يوم شاق معاه في المعابد والمقابر والحاجات دي ودرجة الحرارة، فوردي بنعمل ريست في الآخر في الجزيرة. كما تعتبر جزيرة الموز حديقة حيوانات صغيرة لما تحتويه من العديد من الحيوانات مثل القرود والنسانيس والتماسيح والثعابين، وكذلك الحيوانات الأليفة مثل الأبقار والماعز والأغنام. هذه الجزيرة في أساسها كانت حديقة موز قديمة منذ أيام الملكية، وكانت تخص أحد العمد في غرب الأقصر. وعند ازدهار السياحة في البر الغربي كان يأتي إليها السياح لتناول فاكهة الموز الطازجة. ومع الوقت تم إدخال التعديلات والحيوانات إليها ليجعلها ذلك موقعا متكاملا لقضاء يوم كامل دون كلل أو ملل. وهذه التعديلات جعلت جزيرة الموز المكان المثالي الذي ترتاح به في يومك بعد جولة مشاهدة الآثار. الآن جاء موعدنا مع أخبار الرياضة لنشرة التاسعة. مرة أخرى نعود فيها إلى الزميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. من جديد شكرا مرنا وشكرا أدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الرياضة محليا وعالميا. تأهل منتخب مصر للطائرة جلوسة لنصف نهائي منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وذلك عقب فوزه على نظير الكازاخي بنتيجة 3-1. بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب البوسنة والهرسك، وينتظر منتخبنا تحديد منافسه في الدور قبل النهائي، حيث يلاقي الفائز من منتخبي إيران وألمانيا. إلى كرة الهدف، حيث خسر المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 10-0 في منافسات ربع نهائي دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس. من المقرر أن يخوض منتخب الهدف مباراة غدا الثلاثاء أمام الخاسر من مباراة فرنسا واليابان لتحديد المركزين السابع والثامن. أحد دولي لكرة القدم فيفا اسم نادي الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدير فني الأسبق للفريق.
كما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم اسم النادي المصري من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعد حل أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي. هذا وأجرى الاتحاد الدولي تحديثا على النظام الخاص بالأندية التي وقع عليها عقوبة إيقاف القيد، وتم رفع اسم الزمالك رسميا من تلك القائمة، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة والبالغة 39 ألف دولار، فيما تم رفع اسم نادي المصري بعد سداد مستحقات اللاعب التونسي والبالغة نحو 530 ألف دولار. أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يخطره فيه باختياره للمشاركة في السوبر المحلي الرباعي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا عن طريق الكرت الذهبي. واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصري الرباعي خلال الفترة من 18 وحتى 21 من أكتوبر القادم بدولة الإمارات العربية الشقيقة. هذا وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس وكأس الرابطة على الترتيب. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدين الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، ونعود لاستكمالها مع أدا ومرنا. شكرا لك مصطفى. تحل اليوم ذكرى ثانية لرحيل المخرج علي عبد الخالق، والذي قدم عديدا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية. رحل علي عبد الخالق في 2 سبتمبر عام 2022 عن عمر 78 عاما بعد صراع مع المرض. والآن مع أحوال الطقس ودرجة الحرارة. أحوال الطقس ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا من جديد أدا إبراهيم، وشكرا ميرنا إيهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حر طب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27، اسكندرية 33، 24 مطروح 30، 24 بورسعيد 33، 25 الإسماعيلية 36، 25. بالنسبة لمحافظة السويس درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25، العريش 33، 24 طابة 33، 27 شرم الشيخ 39، 28 الغردقة 39، 28. بالنسبة لمحافظة الأقصر درجة الحرارة 42 صغرى 29، أسوان 43، 29 الوادي الجديد 42، 28 حلايب 35، 31 وأخيرا شلاتين 38، 30. والآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى أبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. مصر تجدد رفضها أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وتتهم سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن عدم الوصول لاتفاق هدنة بغزة. بايدن يقر بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل صفقة تبادل المحتجزين، ويؤكد أنه بصدد تقديم مقترح نهائي للاتفاق. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة التاسعة، شكرا لكم، إلى اللقاء.